صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. صلوا على محمد وآل محمد. الآية الكريمة في سورة آل عمران آية 19، والآية بدأت بكلام جميل. طبعا كل القرآن جميل، بس القصد في هذه الآية بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. قبل أن أبدأ بالكلام وأقول لك أن الإسلام من أين بدأ، فلا بد من تعريف الإسلام. الإسلام لغة، قبل لا أقول لك الإسلام، الدين لغة بمعنى الطاعة للأوامر. الدين يقولون فلان مثلا يدين لله، يعني يطيع الله سبحانه وتعالى. إذن الدين بمعنى ماذا؟ بمعنى الطاعة للأوامر، الطاعة للأوامر. وعندنا آية في ذلك، شوفوا الآية، بسم الله الرحمن الرحيم، لله الدين الخالص. لله الدين الخالص يعني شنو؟ يعني لله الطاعة الخالصة. هنا الدين بمعنى شنو؟ بمعنى الطاعة. إذن المعنى الأول للدين حسب اللغة بمعنى الطاعة والانقياد للأوامر، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للدين بمعنى الحساب والجزاء. الحساب والجزاء، شو يسمونه دين؟ وين الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين يعني مالك يوم الجزاء، يوم الحساب. الحساب والجزاء شو يقولوا له؟ يقولوا له دين. واضح حبيبي شلون صار؟ أو في آية ثانية بسم الله الرحمن الرحيم، يسألون أيان يوم الدين. يوم الدين يعني يوم الحساب. كم معنى صار بي؟ معنيين. كم معنى صار بي؟ معنيين. الدين بمعنى الطاعة والانقياد للأوامر، وطينا آية. والدين بمعنى الجزاء والحساب، وطينا آية. هاي الآية الثانية. لكن المعنى الاصطلاحي للدين، المعنى الاصطلاحي للدين، الدين مجموعة قوانين وقواعد وآداب سماوية إلهية يستطيع الإنسان عن طريقها أن يحصل على السعادة الدنيوية والأخروية. هاي يسمونها الدين، مجموعة قوانين. الدين شنو مرانا؟ مجموعة قوانين، آداب، قواعد، أصول. إذا الإنسان يعمل على هذه القواعد، على هذه القوانين، على هذه الآداب والأصول، يقدر يحصل على سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. واضح شنو صار؟ إذا أردت سعادة الدنيا وسعادة الآخرة فعليك بالالتزام بمن؟
بالدين. الدين شنو؟ الدين مجموعة قواعد قوانين إلهية إذا مشينا عليها مولانا نصل إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. هذا معنى الدين. إذن الدين كم معنى إله؟ ثلاث: الطاعة، الجزاء، ومجموعة قوانين وقواعد إلهية نستطيع أن نحصل عن طريقها نحصل على السعادة، سعادة الدنيا والسعادة الأخروية. زين، هذا معنى الدين. الإسلام شنو؟ ها؟ إن الدين عند الله شنو؟ الإسلام. الإسلام مأخوذ من التسليم، وسلموا تسليما. التسليم لأوامر الله يسمونه الإسلام، التسليم لله تعالى خالصا مخلصا يسمونه شنو مولانا؟ إسلام. زين، أنا ديني الإسلام، أي سلمت أمري لمن؟ إلى الله تعالى. زين، الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، خوش كلمة عند مولاي، أنا أول مرة أقرأها والرواية جدا جميلة لكن دقيقة. الإمام علي عليه السلام يقول: أنا راح أحد، يعني أعرف لكم الإسلام ما عرفه أحد من قبلي. راح الإمام، أنت تعريف للإسلام ما هو الإسلام؟ الإمام شي يقول سلام الله عليه، يقول الإسلام، زين، الإسلام هو التسليم. أسمع الإمام علي شي يقول: الإسلام هو التسليم، يعني التسليم لمن؟ لله تعالى. والتسليم هو اليقين. اليقين احنا عندنا مرة السلم التسليم واعي والتسليم غير واعي. مرة انت تسلم امرك بيد طفل، او تسلم امرك بيد جاهل، هذا التسليم واعي لو غير واعي؟ هذا غير واعي. شنو انت مسلم امرك بيد واحد جاهل، زين، او واحد مثلا طفل مثلا ما يعرف، وهذا لما تسلم امرك بيده راح يرديك للشر، صح ولا لا؟ راح يخسرك. وبالمقابل عندنا تسليم شنو مولانا؟ التسليم واعي، تسلم امرك الى الله سبحانه وتعالى. واضح مولانا شلون؟ الذي يصلك او يوصلك الى الصراط المستقيم. اسمع، اذا قال الاسلام هو التسليم الامام علي، والتسليم هو اليقين، اليقين عن التسليم الواعي بعد، واليقين ياهو، واليقين هو التصديق، يعني الاعتقاد القلبي، التصديق عن الاعتقاد القلبي. والتصديق هو الإقرار، الإقرار يعني إظهار الإيمان، إظهار الإيمان. بعد مولاي، والإقرار هو الأداء، الأداء، الأداء يعني الالتزام بالمسؤولية. زين، بعد مولاي، والأداء هو العمل، يعني تنفيذ الأوامر الإلهية، مو مجرد والله أنا أعتقد على أن الصلاة واجبة بس ما أصلي، لا ما يصير. زين، الإسلام اعتقاد ويقين وتصديق وإقرار وأداء وعمل، ها؟ هذا هو الإسلام. زين، هسه نجي إلى مولاي إشارة جدا مهمة. إحنا عندنا الإسلام دين واحد، إحنا قبل لا أبدي، إحنا عندنا إسلام أو عندنا شريعة، عندنا دين نوعين، دين عام ودين خاص. الدين في القرآن عام، والدين شنو مولاي؟ بمعنى الخاص. الدين العام دين الأنبياء من حين خلق الله آدم إلى آخر بشر يموت، الدين شنو؟ واحد. الدين واحد، دين آدم مع دين نوح واحد، مع عيسى واحد، مع موسى واحد، الأديان شنو مولانا؟ واحدة. توجه لي هنا هاي الإشارة جدا مهمة إخواني. الأديان واحدة، الأديان من عهد آدم إلى النبي الأعظم، الأديان كلها واحدة، وهي تسليم لمن؟ لله. هاي الأديان تسمى إسلام. دين آدم إسلام، دين إبراهيم شو قلوا له؟ إسلام. دين عيسى إسلام، دين موسى الإسلام، الإسلام دين النبي هم شنو؟ هم الإسلام. الإسلام هو دين الله، دين الله من عهد آدم إلى النبي الأعظم، لأن دين الله واحد لو يتغير واحد. هو الدين شنو؟ الدين التسليم إلى الله لأوامر الله. آدم أمرنا بالتسليم إلى الله، نوح أمرنا بالتسليم إلى الله، إبراهيم، موسى، عيسى، الأنبياء أمرونا بالتسليم لمن؟ إلى الله. فإذا الأديان من عهد آدم إلى آخر الأنبياء هم الدين شنو مولانا؟ واحد. ولهذا كل الأنبياء مسلمون، كل الأنبياء شنو؟ مسلمون. هذا الدين بالمعنى العام. الدين بالمعنى العام يا دين مولانا دين الإسلام. نوح مسلم، موسى مسلم، إبراهيم مسلم، عيسى مسلم. زين، سؤال،
واحد يقول لي شيخنا تعالى اليهودية والنصرانية والمجوسية والصابئة، هذا مو دين؟ لا هذا مو دين، هذا شنو؟ هذه تسمى شريعة، هاي تسمى. توجهوا لي إخواني، أترجاك إذا ما تتوجه لي أترجاك ما تنقل من عندي، مو بس أنت، حتى اللي يسمعني الآن اللي ما ينتبه من كلامي شيء لا ينقل مني، لأن ما أبري الذمة. زين مولانا العزيز، احنا عندنا الدين نوعين، الدين على قسمين، دين بالمعنى العام ودين بالمعنى الخاص. الدين بالمعنى العام يسمونه الإسلام، كل الأنبياء متفقين على الإسلام، يا إسلام الإسلام العام، نوح مسلم، آدم مسلم، عيسى مسلم، موسى مسلم، استقرأ الآيات زي مولانا. وعندنا دين خاص، الدين الخاص شنو مولانا؟ مثل اليهود، مثل النصارى، مثل الإسلام، مثل المجوس، مثل الصابئة، هاي الأديان شو يسمونهن؟ يسمونهن شريعة، هاي مو دين، شريعة. الشريعة شنو؟ الشريعة هو الطريق الذي يوصلك إلى الإسلام، ها؟ الطريق اللي يوصلك إلى 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 الإسلام، ها؟ إلى الدين الأصلي، شو يسمونه؟ ما يسمونه شريعة. الآن أنت تريد تروح للبيت، واضح مولانا؟ كم طريق موجود يوصلك للبيت؟ ها؟ البيت دين، الطرق التي توصلك إلى البيت شو يسمونه؟ يسمونه شريعة، واضح مولانا؟ ولهذا كل الأنبياء مسلمون. أقرأ لك آيات، اسمعني، أريد أربطها بعلي بن أبي طالب بشكل دقيق، وأريد أقول لك كل الأنبياء اعترفوا بولاية علي بن أبي طالب من القرآن، توجه لي، وكل الأنبياء اعترفوا بولاية آل البيت من القرآن، وأريد أقول لك أن أصل الدين وأصل الإسلام وأصل الأديان وأصل رسالات الأنبياء ياهو ولاية علي بن أبي طالب وأولاد علي بن أبي طالب من القرآن. إذا ما تتوجه لي ما راح تأخذ مني شيء، واضح مولانا؟ اسمع، إذا دين بالمعنى العام يسمونه إسلام، دين بالمعنى الخاص شو يسمونه؟ شريعة. الشرائع تتغير بس الدين ما يتغير. واحد، شوف أنا أقرأ لك آية في القرآن، الآية بسم الله الرحمن الرحيم، نعم بسم الله الرحمن الرحيم، نوح، نوح مسلم لو مو مسلم؟ مسلم، مسلم بالمعنى العام لو مسلم إسلامنا هذا، هذا الإسلام، هذا الإسلام أسس إسلام النبي، دين النبي شنو اسمه؟ ها دين النبي شنو اسمه؟ إسلام. ها هذا دين النبي دين لو شريعة؟ هذا شريعة، هذا شريعة، بس ذاك الدين العام يسمونه هم إسلام، هم شريعة النبي إسلام، هم الدين إسلام. ليش سمى شريعة النبي إسلام؟ إكراما لرسول الله، هاي خاصة بس للنبي. إيش قد عظيم النبي، إيش قد الإسلام، دين الإسلام، شريعة الإسلام، إيش قد عظيمة، بحيث الله سمى الدين الرئيسي اللي اسمه إسلام سمى على شريعة النبي، ها؟ هاي إكراما لكم وإكراما لرسول الله، لأن أعظم الأديان، أعظم المذاهب، أعظم الشرائع الإسلامية وأكملها ياهم الإسلام، ها؟ الله سمى الإسلام العام على الإسلام الخاص، واضح مولانا؟ اسمع هسه، نوح، نوح مسلم لو مو مسلم؟ عام لو خاص؟ عام. وين الآية؟ شيخ نطينا آية، إيه بخدمتك، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة يونس آية 72، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم، إلى أن وصل شو يقول؟ يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، ها؟ وأمرت أن أكون من المسلمين. نوح يقول، إذا نوح مسلم لو مو مسلم؟ مسلم، بس مسلم دين لو شريعة؟ دين، عافية دين، لأن الشريعة، الشريعة عند النبي بعد ما موجودة عنده. إذا مسلم ياهو، أول واحد نوح، الثاني إبراهيم، إبراهيم مسلم لو مو مسلم؟ مسلم. وين الآية؟ اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان إبراهيم يهوديا، عافية عافية، اي من تحكي تعطيني واهس بالحكي، مو اليهود قالوا إبراهيم من عندنا، النصارى هم قالوا إبراهيم من عندنا، الله لا راد يوقفهم على حدهم، ايش قالهم؟ قالهم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، شنو كان؟ ولكن كان حنيفا مسلما، حنيفا مسلمة، مسلمة. إذن إبراهيم مسلم لو مو مسلم؟ مسلم، ها؟ إذن كم نبي ساروا؟ اثنين، نوح مسلم، بعد إبراهيم مسلم، بعد النبي الثالث، النبي الثالث إسماعيل عليه السلام، إسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم. شو تقول الآية عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت،
لما كان إبراهيم وإسماعيل يبنون الكعبة، وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اسمع، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ربنا واجعلنا شنو؟ مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. ها؟ هذا يا أسلام إسلام العام، مو إسلام الخاص، مو الشريعة، الدين. ها؟ كم نبي ساروا؟ ثلاثة، هاي ثلاث آيات، نوح، احكي وياي بارك الله فيك، نوح، إبراهيم، إسماعيل، بعد مولاي الرابع يعقوب. شوف يعقوب شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الله، اسمع اسمع، ونحن له مسلمون، يعني يعقوب وأولاد يعقوب شنو كانوا؟ كانوا مسلمين. ها؟ هو هم يقول فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، إذن يعقوب هم مسلم. إيش قصارا كم آية؟ أربعة. كم نبي؟ أربعة. عدنا بعد ياهو يوسف عليه السلام، يوسف، يوسف قبل النبي، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني مسلما. هذه ياهو يوسف قاعد أقرأ لك الآيات، قاعد أتقرب لعلي بن أبي طالب، أتقرب للولاية، هاي وحدة وحدة. امشي وياي لما نوصلك لعلي بن أبي طالب. شو جينا منين؟ جينا من نوح، ونزلنا إلى إبراهيم، ونزلنا إسماعيل، ونزلنا نبياهو يعقوب، أنا وصلنا إلى يوسف ابن يعقوب، هذول بالتسلسل. ها بالتسلسل، بعد مولاي موسى، موسى يجي من بعد يوسف، موسى مسلم لو مو مسلم؟ مسلم. وين الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، إن كنتم مسلمين. إذن إبراهيم شنو كان؟ كان مسلم. موسى عليه السلام، عافية عافية، موسى شنو كان؟ مسلم. كم نبي صاروا؟ ها؟ ستة، مو ستة، أحسنتم، ستة. ذكروني ترى أنا خاف أخطأ بالحكي، وأنا قاعد أحكي أخطأ بيه ترى، مثل الحج جزاه الله خير، يعني منتبهين. ستة. السابع ياهو من بعد موسى ياهو يجي؟ يجي لوط. ها؟ أسمع، لوط عليه السلام، لوط، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، من المسلمين. إذا لوط شنو كان؟ مسلم. مسلم دينا لو شريعة؟ دينا. عام لو خاص؟ عام، بعد الإسلام ما واصل إلا إحنا، شريعة الإسلام النبي بعد ما واصل إلا. إيش قصاره؟ سبعة، عافية. بعد مولاي التاسعة، الثامنة عفوا، سليمان. سليمان شو يقول القرآن عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قالت هي، هو مع بلقيس، قالت ربي، قالت يا هي بلقيس، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع شنو؟ سليمان. يعني سليمان شنو كان؟ مسلم، وأنا صرت مسلمة مع سليمان. إيش قصاروا؟ كم نبي؟ ثمانية، عافية. التاسع مولانا عيسى، من أنبياء أولي العزم وأمة عيسى أصلا. زين، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ أوحيت أو أوحيت إلى الحواريين، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الله، عيسى هم مسلم. إيش قصاروا؟ تسعة. هسه نوصل إلى النبي الأعظم والعترة الطاهرة. النبي مسلم لو مو مسلم؟ مسلم. خو شفتوا خو، موسى مسلم، عيسى مسلم، نوح مسلم، كلهم مسلمين، بس من يوصل للنبي شو يقول؟ اسمع اسمع، من يوصل للنبي شوف تعبير القرآن شو يقول عن النبي، شوف عظمة النبي. ايش قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا شريك له. الإمام النبي يقول، النبي الأعظم في سورة الأنعام آية 163، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول الله أكبر. أول المسلمين. نوح مسلم بس مو أول المسلمين، موسى مسلم بس مو أول المسلمين، عيسى مسلم بس مو أول الأنبياء مسلمون لكن مو أول المسلمين، لكن رسول الله شنو يقول؟ لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الأنبياء مسلمون بس هو شنو؟ أولهم. يعني شنو أول المسلمين؟ شوف العظم، هسه أعطيك إياها. زين، أعطيك بعد آية،
أعطيك بعد آية. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. الله، شنو يعني أول المسلمين؟ أنت هسا كم نبي صاروا؟ 10. أنت 9 أنبياء غير النبي، 9 أنبياء شفت بيهم أول المسلمين؟ احكي وياي. لا زين، كلهم مسلمون، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ها؟ ومن ذريتنا مثلا، ها؟ هذا كله إسلام إسلام إسلام، مسلم مسلم. من يوصل للنبي شو يقول له؟ يقول له أول المسلمين. ليش أول المسلمين؟ ليش؟ ها؟ أولا هذا الإسلام درجات. اسمع اسمع الحكي، شوف الحكي، شوف عظمة النبي وإحنا جاية إلى وفاة رسول الله ولا شهادة رسول الله. زين، الإسلام درجات. هسا أنتم القاعدين، شوف هسا من الحجي للحجي كلكم القاعدين، إيمانكم كل واحد له درجات، هو درجات، هو مو كل إحنا طقة واحدة مولانا، كل إحنا مثلا كل إيماننا درجة، لا لا لا، درجات. الإسلام إسلامنا كله شنو؟ درجات. الإسلام درجات. زين، نوح في درجة، موسى في درجة، عيسى في درجة، رسول الله أعلى درجة، أسمى درجة، أسمى، ولهذا هو أول المسلمون ياهو الأنبياء، رسول الله شنو؟ أولهم. توجهت مولانا؟ هاي وحدة. ثاني، الدليل الثاني، أول المسلمين مولانا العزيز في عالم الذر. احنا عندنا قبل لا نجي لعالم الدنيا، بالله اسئلك جاوبني، قبل لا نجي لعالم الدنيا كنا نعيش في عالم يسمى عالم الارحام، الامهات. ايش قد عشنا به مولانا؟ 9 اشهر. قبل عالم الام، قبل لا نجي ببطون امهاتنا، شنو كنا؟ وين كنا مولانا؟ في عالم الذر، عالم الارواح، عالم الاشباح، عالم الذر اسمه. هذا عالم الذر الله خذ الميثاق من عندنا كل احنا. زين، ايش قالهم؟ قالهم ألست بربكم. الآية شو تقول؟ ألست بربكم. الناس كون كلها شو تقول لله؟ تقول له بلى. زين، شو تقول الرواية؟ تقول أول من لبى سؤال الله ودعوة الله، أول من قال في عالم الذر بلى، هو محمد المصطفى. بالله شد الصلوات عليه. إيه؟ إذن ليش رسول الله قال أول المسلمين؟ أول المسلمين أولا لأن إسلام النبي يختلف مع إسلامهم في الدرجة العليا. ثانيا قالوا له أول المسلمين ليش؟ لأنه في عالم الذر أسلم قبل الأنبياء. هاي اثنين. الثلاثة، لأنه أفضل الأنبياء، لأنه أفضل الأنبياء، ولأنه سيد الأنبياء، فهو أول المسلمين. واضح مولانا؟ زين، تعال أقول لك حكاية، حكاية واحدة بس بيني وبينك، بس بيني وبينك، خاب الجماعة ما يزعل، ما يقبلون مولانا. شنو مولاي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مني وأنا من علي. يا علي، من أطاعك فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله. يا علي، من عصاك فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. قال الله في محكم كتابه في سورة آل عمران: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناء، أقرأ أقرأ، ونساءنا، أقرأ ونساءكم بعد، وأنفسنا. إذن علي بن أبي طالب شنو؟ نفس رسول الله. شنو الفرق؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فإذا كان رسول الله وأمرت وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، إذا كان رسول الله أول المسلمين وسيد على الأنبياء، فعلي بن أبي طالب أول المسلمين وسيد على الأنبياء. هذه أهلا وسهلا بالشيخ مولاي، حياكم الله شيخنا العزيز. هذه لذكر علي بن أبي طالب، صلواتكم ضعيفة إخواني. شنو هالصلوات هذه؟ أنا بالذات أنا أحب الصلاة على رسول الله وأشتد عزما عليها أكثر. إذن عرفنا على أن كل الأنبياء إخواني، كل، نعم، أول المسلمين الإمام علي عليه السلام، نعم، فهو لأنه نفس رسول الله. نتكلم عن الإسلام الآن، الأوصية راح نجيبها خلال البحث إن شاء الله. الآن إذن استنتجنا على أن كل الأنبياء شنو مولانا؟ مسلمون. كل الأنبياء شنو؟ مسلمون. أو الله قال يا نوح أنت مسلم، يا موسى أنت مسلم، يا عيسى أنت مسلم، يا سليمان أنت مسلم. من يوصل للنبي إيش قال؟ أول المسلمين. إذن رسول الله مسلم قبل إسلام
أنبياء. يا إسلام، إسلام بالمعنى العام لو إسلام بالمعنى الخاص؟ العام. دين لو شريعة؟ دين. عافية. إكراما لدين رسول الله، الله رفع الاسم العام انطال الاسم الخاص إكراما لرسول الله. وضع مولاي شنو صار؟ زين، تعال أنا أقول لك، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله شنو؟ الإسلام. إذن كل الأنبياء دعوا إلى الدين، يا دين الإسلام، إبراهيم، موسى، عيسى، هاي الآيات كلها ذكرناها، كل الأنبياء يدعون إلى أمر واحد وهو الإسلام. يا إسلام بالمعنى بالمعنى العام. زين، نجي هاي الشرايع إيش سوت مولاي؟ عندنا شرايع، كل شريعة إلى شريعة تكتمل من نبي إلى نبي. شريعة نوح طريق المن إلى الإسلام، من بعد أجت شريعة، هاي شريعة مو دين، من بعد أجت شريعة ياهو، شريعة إبراهيم. شريعة إبراهيم أكمل من شريعة نوح. عافية، توجه لي، توجه لي عيني، توجه لي. زين، من بعد نوح وإبراهيم أجت شريعة ياهو موسى. يا شريعة شنو اسمها؟ اليهود. ها، اليهود. هذه صارت أكمل من شريعة ياهو إبراهيم. من بعد موسى عليه السلام أجت شريعة عيسى شنو؟ النصرانية، المسيحية. شنو مولاي؟ أكمل من شريعة عيسى موسى عليه السلام. بعدين أجت شريعة الإسلام. شريعة النبي صارت أكمل من شريعة عيسى، بس كل الشرائع ناقصة، كل الشرائع ناقصة، حتى دين رسول الله، حتى شريعة رسول الله كانت ناقصة. ها مولانا، كلهم دعوا إلى دين الله، كلهم دعوا إلى دين الله، وكل دين الله كان ناقصا إلى أن وصل وين؟ وصلت ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لما وصلت ولاية علي بن أبي طالب، اسمع الآية قالت، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. بعد إن الدين عند الله مو تنسى، إن الدين عند الله شنو؟ الإسلام. هذا الإسلام المعنى العام مو المعنى الخاص. زين، هذا الدين من عهد نوح إلى رسول الله كان ناقص، إلى أن نصب رسول الله علي بن أبي طالب سلام الله عليه وقال من كنت مولاه فهذا علي مولى، نزلت الآية. ها، بعد الولاية، بعد الإمامة، شنو الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم، اقرأها، دينكم. ليش يا دين هذا؟ إن الدين عند الله الإسلام، يعني دين عيسى، موسى، إبراهيم، نوح، الأنبياء، دين النبي، دين الإسلام، كله كان ناقص وانت بولاية علي بن أبي طالب. اليوم أكملت، بمن اكتمل؟ بولاية علي بن أبي طالب. اليوم أكملت لكم دينكم، دينكم، إن الدين عند الله الإسلام، دينكم، وأتممت عليكم نعمتي بعد، ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني رضيت لكم الإسلام دينا، أي ولاية علي بن أبي طالب هي أصل دين الإسلام من آدم إلى محمد. الأعجب من ذلك، خلي أعطيك أنا رواية اليوم، روايات شوية مولانا جماعة ما زعلون عليها. زين، الروايات، أسمع مولاي، نستنتج من حديث رسول الله الآن اللي راح أعطيك يا مولاي في كتاب أسرار الغدير، كتاب أسرار الغدير صفحة 146 و145، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إنك أنزلت الآية في علي، يا آية اليوم أكملت لكم دينكم، أنزلت الآية في علي وليك عند تبيين ذلك ونصبك إياه لهذا اليوم. ثم قرأ رسول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقلت، يا يقول النبي يقول، وقلت إن الدين عند الله الإسلام، وقلت من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من. زين، إيش تستنتج من حديث الرسول؟ تستنتج ثلاث أشياء من هذه الرواية، نستنتج ثلاث أشياء. الأول، أن مولانا الإسلام والدين من غير ولاية علي بن أبي طالب شنو؟ ناقص. اليوم أكملت، صح ولا لا؟ لكم دينكم، يعني الإسلام من دون ولاية علي شنو؟ ناقص. يعني إذا واحد يقول أنا مسلم ما عنده ولاية علي، الله شو يقول عنه؟ دينه شنو؟ ناقص. احكوا وياي، دينه شنو؟ ناقص. ليش دينه ناقص؟ الله يقول أكملت لكم دينكم. وين نزلت الآية؟ نزلت في الغدير. ها، إذا نستنتج على أن الدين
ناقص من دون ولاية علي عليه السلام. أعطيك رواية قال رسول الله في ليلة المعراج لما عرج به إلى السماء في كتاب بحار الأنوار مجلد 18 صفحة 392، قال رسول الله: سمعت الله يقول لي، اسمع عيني بس تريد لكم صلوات قوية حيل بعدين بالأخير، ها اسمع، قال رسول الله في المعراج سمعت الله يقول، في رواية جدا طويلة فوق الأربع خمس صفحات ما قدرت أنا أطبعها كلها مولانا، زين اسمع، فقال لي ربي، يا هو يقول النبي يقول وين مولانا؟ في المعراج. أريد أقول لك على أن الإسلام من غير ولاية علي شنو؟ ناقص. فقال لي ربي وعزتي وجلالي وجودي ومجدي وقدرتي على خلقي، لا أقبل الإيمان إلا بعلي بي إلا بي، ولا بأنك نبي إلا بولاية لعلي بن أبي طالب. يعني الإيمان بي والشهادة برسول الله لا تقبل إلا بولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. هذا ما نقله لنا رسول الله في المعراج في كتاب بحار الأنوار مجلد 18 صفحة 392. واضح مولانا؟ إذن النتيجة الأولى على أن الدين والإسلام من دون ولاية علي شنو؟ ناقص. هاي النتيجة الثانية شنو؟ الثانية أن الإسلام هو التسليم الحقيقي، الإسلام هو التسليم الحقيقي لله، وعين الإسلام ولاية علي. الثالث، كل الأنبياء دعوا إلى ولاية علي بن أبي طالب، كل الأنبياء، لأن مولانا إحنا ذكرنا لكم على أن الدين شنو مولانا؟ الدين هو الإسلام، وما اكتمل الإسلام وما اكتمل الدين إلا بمن؟ بولاية علي بن أبي طالب. إذا نوح دعا إلى الإسلام، دعا ولاية علي بن أبي طالب، إبراهيم وهالأنبياء. أعطيك روايات الآن، هسا الآيات خلصنا من عدهن، أعطيك روايات. اسمع عن الإمام الصادق عليه السلام. أي أنا أدري متوجه لي، أدري بكم ولو منزل راسك بس متوجه، أدري بك أنا على يقين، زين. قال الإمام الصادق عليه السلام، اسمع في قوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. اسمع الآية، ألست بربكم. إيش قال الإمام الصادق؟ قال: أخرج الله من ظهر آدم. اسمع اسمع عيني، اسمع اسمع الروايات الجميلة في ولاية علي، الله ذكر علي شنو؟ عبادة. الإمام الصادق في تفسير هذه الآية ألست بربكم في عالم الذر، قال الإمام: أخرج الله من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة كالذر، فعرفهم نفسه، ولولا ذلك لم يعرف أحد ربه، وقال: ألست بربكم للناس أجمع. إش قالوا؟ قالوا: بلى أنت ربنا، وأن محمدا رسول الله، وعليا أمير المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلي محمد. اللي أرد أقوله على أن الأنبياء دعوا إلى ولاية علي بن أبي طالب. بعد رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام في كتاب أيضا بحار الأنوار مجلد 26 صفحة 280، يقول الإمام الكاظم عليه السلام: ولاية علي، اسمع اسمع، ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء. ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله نبيا إلا بنبوة محمد ووصية علي عليه السلام. النتيجة ما هي؟ النتيجة على أن الدين عند الله شنو؟ الإسلام، الإسلام بالمعنى العام، والإسلام بالمعنى الخاص شو نسميه؟ نسميه شريعة. هذه الشرائع أكمل الشرائع صارت عدماً عند رسول الله، ورسول الله شريعتها أو شريعته تمت بمن؟ بولاية علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أكو بعد إشارة خلينا نأشر لها مولاي على السريع ونعبر من الآية إن شاء الله، نكمل الآية. الآية إيش قالت؟ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب، ليش اختلفوا؟ نعم أحسنتم، أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ليش هسا إحنا أدياننا تختلف؟ هذا الاختلاف بالدين لو بالشريعة؟ بالشريعة مو بالدين، الدين واحد، الشرائع تختلف. هسا الآن شريعة النصارى ويا شريعة اليهود تختلف، أكو بعض الأحكام تتغير من زمان إلى زمان،
ومن مكان إلى مكان، من نبي إلى نبي، ومن قوم دون قوم. واضح مولانا؟ مثلا في عهدي في شريعة من الشرائع هذا الجرم عليه مولانا عليه حد القتل، كون يقتلوه، لكن اجى الإسلام لا نفى القتل مثلا، نفرض كثير من القضايا. ليش صار هذا الاختلاف بالشرائع؟ ليش؟ لماذا هذا الاختلاف بالشرائع؟ قال الاختلاف بالشرائع عن عمد، هذا العمد شنو؟ بغيا بينهم. البغي يعني شنو؟ يعني الطغيان والظلم والحسد فيما بينهم. اليهود ما يقبلون النصارى، النصارى ما يقبلون اليهود، النصارى واليهود ما يقبلون الإسلام، الإسلام ما يقبل اليهود والنصارى. واضح مولاي؟ كل واحد ما يقبل الثاني. الآن كل الأديان بشرت بمجيء رجل في آخر الزمان، ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه، لكن نكروا لولا؟ كلهم نكروا، الكل نكروا، ما يعرفون الحق؟ يعرفون الحق، لكن نكروا علما بغيا بينهم، يعني حسدا وطغيانا وظلما فيما بينهم، ما يريدون أن يسمحون للإسلام أن يتقدم. ولهذا لما المشركون حاربوا رسول الله، اسمع، لما المشركون حاربوا رسول الله من جملة من حرض المشركين على قتال رسول الله ياهم اليهود، اليهود آخر يا تعبانين. زين، خو أنتم من أهل الكتاب، عندكم دين وشريعة، والنبي عنده دين وشريعة، المفروض تشيرون ويامن ويا النبي، لكن صفوا مع المشركين وما يقبلون المشركين، ما يقبلون المشركين ولا المشركين يقبلونهم، لكن صفوا مع المشركين خاطر يضربون من؟ يضربون الإسلام. شوف لأي درجة الحقد والعداوة لأي درجة وصلت. فهذا التفرق وهذا التفريق وهذا الاختلاف اللي صار، صار بالشرائع وليس في الأديان. زين، شو تقول الآية؟ إلا طبعا عمدا، إلا من بعد ما جاءهم العلم، يعرفون الحق. زين، بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ها، سريع الحساب، حساب الله مو مثل مثلك يطول أيام، لكن الله سبحانه وتعالى سريع الحساب. إذن الدين اكتمل بمن؟ بولاية علي بن أبي طالب. بس أقول لك حكاية واحدة بس مولانا، إحنا عندنا دين، أريد نوصل للدين. شلون نوصل للدين؟ الطريق إلى الوصول إلى دين الله، إلى الإسلام، إلى الله متعدد لواحد واحد. ولهذا دائما كلمة النور جمع لمفردة في القرآن، مفردة. كلمة الظلمات غالبا شو يصير؟ جمع. كل ما تجي كلمة الظلمات مع النور، ظلمات جمع نور مفردة. ليش؟ ها، أريد أقول لك أن طريق الوصول إلى الله واحد، وهو سبيل الله. سبيل الله يعني الصراط المستقيم، ها؟ لكن سبيل الوصول إلى الشيطان ظلمات شنو؟ كثيرة، جدا كثيرة، منها توصل. إذن طريق الوصول إلى الدين، إلى الإسلام واحد، ياهو سبيل الله. سبيل الله شنو؟ الصراط المستقيم. خلطتك آية بس، ما شاء الله اليوم الأوراق هواي ونضيع الآيات. زين، عندنا آية في القرآن تتكلم عن ديني إبراهيم عليه السلام، إذا أطيح بالآية، إذا ما طحت بعد تعذرني مولانا. زين، إيه نعم، الآية الكريمة، نعم هذه، نعم أكاتبها. إبراهيم مو عنده دين لو ما عنده دين، مو شريعة، خلينا من الشريعة، إيش عنده؟ عنده دين، دينه شو اسمه؟ الإسلام. عافية. شو يقول القرآن عنه في سورة الأنعام آية 161؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. هذا هو يقول إبراهيم. اسمع خلي أطلعها بعد، هاي واحدة ثانية. قل إنني هداني ربي، اسمعني، إلى صراط مستقيم دينا قيما، دينا. إذن الصراط المستقيم هو دين الله، الصراط المستقيم هو دين الله. كيف تستطيع أن تصل إلى دين الله؟ عن طريق الصراط المستقيم. من هو اهدنا الصراط المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم ياهو. قال مولانا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، الصراط المستقيم هو جدي أمير المؤمنين علي. فإذا مولاي شلون ما تريد تفر الآية؟ شلون ما تلتفت؟ تلتفت منا شوف علي، تلتفت منا شوف علي، أشيل راسك شوف علي، أينما تتجه أي آية أي فضيلة لمن؟ لعلي. هو أولها وهو السابق لها، كما قال رسول الله، لو أن البحار مداد
والأشجار أقلام، والملائكة كتاب، والإنس والجن حساب، لما أحصوا فضائل علي بن أبي طالب. هذا أمير المؤمنين، وهذه العظمة لأمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما عرفوا حق علي، حق المعرفة ما عرفوا. يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. فزعوا وهرعوا وقتلوا عليا عليه السلام، وقتلوا ذرية علي عليه السلام، كلهم، الحسن الحسين وحتى الزهراء سلام الله عليها. هو طالع الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، طالع في المدينة، وإذا هاتف يقول له يا علي قد مات صاحب رسول الله، اذهب لتغسيله، روح غسله. يأتي من المدينة إلى المدائن يغسل سلمان، ومسافة الشهر من الإسماعيل الفيصلي رحمة الله عليه، يقول مسافة الشهر بالقصيدة، يجي يغسل سلمان ويرجع، لكن أكو عتاب من الشاعر يقول له سيدي يا أمير المؤمنين مسافة الشهر وتأتني إلى سلمان، وهذا ولدك الحسين، ولدك الحسين قريب إلى الكوفة، أنت في النجف والحسين في كربلاء، اشتون القصيدة يقول شهر عن سلمان وتعنيته، شهر عن سلمان وتعنيته، حسين يمك ليش ما حضرت انت، لله داعية حق ودليل، قول النبي غيرك ابد ما يصح مثيل، انت امتى البردت نار الخليل، بالمخيم واج ما طفيت، يا علي يا ابا الحسن ها انت حلال المشاكل منتضيج، انت حلال المشاكل منتضيج، انت ما يبعيد على احصانك طريج، انت حكم النار بيدك والحريج، يفور قلب حسين ما رويت، والكبير اللي تشب نار القلب، ممشى زينب والحرم ويا الغريب، تشتل بالحروب، او الشتم زينب للشمر عديت، يا علي علي الليل هوى، يا وانا حرمة وغريبة ومالي حياة، بمن يا ابويا القلب يضمايد، بالحسين هل عندي ممدد، وابن والدي العباس ما رى، ما يات بويا علي عجب الحسين، ما يات ويوم طاح حتى الارض، ما يات عاد بالسلف لو مات ميت يفزع للسلف، ما حد فزع لي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، شافي وعافي كل مريض يا الله،
اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله. اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائذين تحت لوائه يا الله. وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أهلنا ذوينا من له حق علينا، أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف. الفاتحة مع الصلوات. على جروحي.